يو نعم اليوم وصلنا للمليون. يس يس في تلك اللحظة التي وصلت فيها القناة للمليون بصراحة أنا لم أكن في المنزل، أنا كنت في النادي أتمرن، وقبل أن أغادر المنزل تركتها 999,900 أعتقد، وعندما وصلت للمنزل وجدتها 1,005,000. وبما أننا وصلنا للمليون أحد الفيديوهات لم يشاهده أي أحد، هذا الفيديو تركته برايفت لمدة سنة ونصف الآن، ذلك الفيديو كان بمناسبة وصولي للألف مشترك. هذا الفيديو سيكون غريب نوعا ما، واخترت بالخصوص أن أقوم بنشره في اليوم الذي سأصل فيه للمليون لكي تشاهدوا الفرق بين البداية وبين الآن، ستشاهدونه الآن، ولكن أعطوني تعليقاتكم ولا تنسوا أنني كنت مبتدئ في البداية. السلام عليكم أحبائي، اليوم هذا الفيديو حقا مميز بالنسبة لي شخصيا، لأنه بفضل الله أولا ثم بفضلكم ثانيا استطعنا أن نصل إلى 1,000 مشترك في غضون 4 أسابيع فقط. لا أستطيع أن أصف لكم مدى فرحتي بهذا الإنجاز الرائع، رغم أنني لم أتخيل أننا سنصل إلى هذا الرقم في غضون هذه الفترة القصيرة. وأود شكركم جميعا فردا فردا، وبالخصوص الأصدقاء المتفاعلين معي دائما بلايكاتهم وتعليقاتهم وباشتراكهم في قناتي. أحبكم جميعا وأشكركم على هذا الدعم والتشجيع الذي تقدمونه لي، وهذا الأمر يحفزني أكثر لأقدم كل ما لدي. الآن هدفي الثاني إن شاء الله والذي وضعته نصب عيني هو أن نصل إلى 5,000 مشترك في الشهر القادم. نعم أعلم أنه تحدي صعب قليلا، ولكن أنا متفائل والحمد لله، وأنا من الأشخاص المتفائلين. سأقوم برفع حلقات كل يوم، وذلك طبعا بحسب طلبكم، فكل الحلقات التي قمت برفعها كانت من طلب الأصدقاء. ولا تنسوا تعملوا لايك لصفحتي على الفيسبوك لنكون على تواصل دائم من خلال خاصية اللايف. وإذا كنت متابع جديد في القناة اشترك الآن، وضع اسمك ودولتك في التعليقات، وستكون حاضرا معنا في الحلقات القادمة إن شاء الله، وستنضم إلى عائلة قناة مساحة. كما شاهدتم هذا الفيديو كان في الشهر الثامن من سنة 2017، أي الآن مر عليه رسميا سنة وستة أشهر، وطبعا أعتقد بأنها مناسبة رائعة لكي أعرض لكم أكثر دول متابعة لقناة مساحة. حسنا لنرى أكثر دول متابعة للقناة. الدولة الأولى طبعا المغرب، دولتي 178 ألف مشترك. الدولة الثانية ألجيريا، الجزائر ب 148 ألف مشترك، ما شاء الله. الدولة الثالثة مصر 137 ألف مشترك. الدولة الرابعة العراق 91 ألف. الدولة الخامسة المملكة العربية السعودية ب 89 ألف. والدولة السادسة الأردن ب 29 ألف، وتونس ب 28,000. بصراحة أنا فخور بكم بشكل لن تتخيلوه، وطبعا شكرا على آلاف الرسائل التي وصلتني على الإنستغرام، حاولت أن أقوم بالإجابة عليها كلها على قدر ما أستطيع. وطبعا شكرا للتعليقات الجميلة، تعليقاتكم سواء في الصورة الأخيرة التي نشرتها على الإنستغرام أو في الفيسبوك أو هنا على اليوتيوب. ونقطة أخيرة، إذا لم تكن تتابعني بعد في الإنستغرام تابعني لكي نصل لمئة ألف ونوثق الحساب، لأني أريد فعلا أن أقوم بتوثيقه. و peace out.